مساء الفل على حضراتكم او صباح الفل ايا كان التوقيت اللي حضراتكم بتشوفونا فيه. فيديو تعمل لي عليه اكتر من منشن علشان نطلع نرد عليه، والفيديو ده انا بتمنى ان هو فعلا يجيب ملايين المشاهدات، وبتمنى ان كل المصريين بلا استثناء يشاركوا الفيديو ده، لان دي قضية شرف للشعب المصري. الاخ السعودي اللي هنسيب لكم الفيديو بتاعه ده، احنا بنتكلم هنا عن الشخصية ديت وليس الشعب السعودي كامل، احنا بنتكلم عن الشخصية المريضة ديت اللي احنا طالعين علشان نرد عليها، واللي هو بيألف من وحي الخيال بتاعه قصص، واللي هو اتهم المصريين في شرفهم، وان رجال المصريين ما هماش رجال، وان هم فاتحين بيوتهم كأوقار او كدعارة، تمام؟ زائد ان هو اتهم الرجال المصرية ايضا ان هي بتبيع نسائها، زائد ان هو اتهمهم في الاكتر ان هم بكيس يوسف افندي زي ما البيبي يتريق، او يوسف افندي زي ما احنا بنتكلم في مصر. هو اتهم المصريين ان هم بيبيعوا شرفهم واعراضهم بالكلام ده. فاحنا النهارده مسموح لكم بالتحفيل او التجحفيل، عايزين فعلا ان احنا نرد عليه، عايزين زي ما هو طلع واتهم المصريات الشريفات اللي هو اصلا ما يفقهش اي شيء ان هم مين المصريات او ان هم مين النساء المصريه. لكن في البدايه قبل ما اعرض عليكم الفيديو، انا بتمنى لايك كتير، شير كتير على الفيديو ده، عايزين فعلا ان احنا نعرفه الحجم بتاعه الطبيعي، وعايزين نقول له كلمتين في البدايه انا اقولهم له: يا حبيبي الشعب المصري او النساء المصريه، هم منهم ستنا هاجر وام سيدنا اسماعيل زوجة سيدنا ابراهيم عليهم جميعا السلام، الست المصريه اللي هي منها ستنا مريا القبطيه زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق اجمعين، واللي هي ام ولده سيدنا ابراهيم، الست المصريه منهم مشطة فرعون، الست المصرية اللي منهم زوجة فرعون اللي كلمت ربنا في القرآن الكريم وقالت له: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الست المصرية يا حبيبي من قبل ما يبقى فيه دول او دويلات او يبقى فيه عالم اصلا، كانت بتحكم العالم كله متمثلة في حتشبسوت، في كليوباترا، في نفرتاري، في نفرتيتي، من قبل التاريخ بتاريخ. لكن بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هنسيبكم تعيشوا مع القصص الوهمية اللي بقت كتيرة وبقت منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي هي بتتهم الشعب المصري في شرفه وفي عرضه، وعايزين نعرفه يا ريت حجمه بلايك بشير بمشاركات كتير جدا، وحفلوا عليه براحتكم علشان يعرف حجمه الطبيعي. يلا بينا نسمع الكلام اللي هو قال. القصة تتكلم عن شخص جميل لطيف حنون كالعادة. الشخص هذا من اليمن، تحية لأهل اليمن حبايب قنبي. هذا حضرمي، والحضارم معروفين أنهم شديدين شوي في الفلوس، ما يصرفون يعني واجد، ومستحيل تلعب عليهم خصوصا في التجارة، في الفلوس، في الأشياء دي. المهم هذا واحد حضرمي سافر لمصر، المهم قرر أنه يتزوج من مصر، تحية لأهل مصر حبايب قلبي. فقرر أن يتزوج من مصر. الحضرمي مختلف السعودية، ما يقول رحت إلى مصر وكنت بيتزوج، ودلوني على بيت يعني على ناس، وقالوا عندهم بنت مرة حلوة، البنت هذه مرة كويسة. يقول والله واروح على محل فواكه وخضار واخذ يوسفي، يوسف افندي ذا. يقول واخذ كيس معي واروح. بعد ما كلمتهم طبعا واخذت موعد مع ابوه، يوم وصلت اول ما دخلت بالكيس الا العيال ماخذينه من ايدي الاولاد. يقول دخلت جلست مع ابوه، بديت اسولف زي كذا، فقلت يعني وش شروطكم او الشروط يعني، لانهم وافقوا على طول ما شاء الله تبارك الله. فقلت له وش شروطكم؟ فقال لي على طول: احنا والله ما عندنا شروط ولا شيء يا باشا، احنا بس عاوزينك تبني في ال وين؟ السطح. في السطح تبني في السطح. طبعا وليد جنبي قلت ترى هو الحضرمي. لا لا امزح. المهم قال نبيك تبني في السطح شقة، وعشان تكون تسكن انت وزوجتك، يعني اذا رحت السعودية ولا شيء نأجرها، واذا جيت وعاد تسكنون على طول بدل ما تروحون فنادق وزي كذا. فقال الحضرمي قال خلاص ابد يعني كويس، ويعني ابني شقه ما راح يكلفني شيء، وافق على هذا الشيء. الام الموافقه السريعه. المهم انبسط الحضرمي، يا بلاش ابني بس شقه غرفتين، لا وبتكون لي انا وزوجتي
ما في مهر ولا في شيء. فانبسط وافق على هذا الشيء. المهم راح جاب مقاول وكل شيء وبدأ يبني بنوا الشقة فوق. بعدها بعد ما تزوج وخلص كده سافر هذا الحضرمي رجع السعودية. صار كل عطلة يجيهم، لكن ذاك اليوم اشتاق لزوجته وكان أيام دوامات، وقال بروح وسويها مفاجأة من دون ما يدرون. ليته ما راح. المهم الرجال حجز وصل إلى مصر أم الدنيا. الله يلعبه عليه الصفر. بس وصلت المطار متحمس وجايب هدايا وبسوي مفاجأة لهم، يقول ركب تاكسي ورايح للبيت. أول ما وصلت إلا أشوف العجوز اللي دائما موجودة في نفس المكان تبيع مناديل، فشافتني وتعرفني من كثر ما أتردد وعارف أني أنا زوج فلانة يعني. شافتني على طول قالت لي انت رجعت يا فالح. يعني رجعت يا الخروف. قال لي والله توني جاي الحين ومعي هدايا ومعي جال زوجتي. قالت لا اقول زوجتك ترى فوق مع زوجها لسه راجع من الجيش. قلت شو؟ قالت لي زوجتك ترى متزوجة وانت خروف لابين عليك. يا الخروف. قال افا يا ذا العلم. طلعت خروف للدرجة. قالت لي والله يا خروف. الحرمة مع زوجها الحين. قال اسمعي هذه 200 جنيه بس لا تعلميهم اني جيت ولا اني موجود ابد. قالت اوكي اوكي الخروف اوكي مالي. المهم يقول والله واروح واخذ لي فندق. يقول وقتها معي رقم السعودي مشغلة جوال واتصل عليهم. قلت اسمع ترى انا جاي اليوم رحلة اليوم وبوصل وكذا يعني. قال حياك الله. يقول خليت الوضع طبيعي ولا كأني أدري عن شيء. المهم راح لهم هذاك اليوم الوضع طبيعي مع أنه كاتم الكلام اللي قالت له الحرمة العجوز. وصل عندهم رحبوا فيه على طول. زوجته قالت يا حبيبي أنا أبغى 1000 جنيه متسلفة 1000 من أخوي. أخوها مين؟ هو زوجها اساسا المصري. فيقول اعطيتها 1000 وراحت عطت زوجها عشان يروح برا يدبر نفسه اليومين اللي انا جاي فيها لين ما يكمل يلعبون علي. يقول لكن طلعت الحضره من اللي داخلي وسويت فكره. فقال ابوها يا ولدي انت غريبه جيت وكذا. فقلت له والله اني فاضي وعندي إجازة، قلت يومين أجي أشوفكم وأشوف زوجتي وراجع. أطمن عاد أبوها يومين وبيروح ذا الخروف يلا مو مشكلة. 1000 جنيه بتكفي زوج بنته لين يرجع. المهم قال بعدين قلت لأبوها قلت اسمع يا عم يا أخي أنا عندي فكرة، الفكرة هذه صراحة لا تفوتك. فتحمس الأب قال علمني الفكرة هذه يا أبو نسب. يا الخروف. قال له إيش رأيك يا عم نهد العمارة حقتكم هذه لأنها قديمة ونبني عمارة من 3 أدوار وكل دور فيه شقتين يعني 6 شقق، أنا وزوجتي شقة وأنتوا تأخذوا لكم الشقة الكبيرة والباقي نأجرها وتستفيدون أنتم من فلوسها إذا سافرت أنا. فقال لا يا ابني حيكلفك واجد، حيكلفك كتير ومبالغ ومدريش. قلت له ما عليك يا حبيبي أنا أتكفل بكل شيء دامني خروف من البداية بعلمكم الخروف أنا. فيوم شاف الأب قال خلاص على راحتك بس يعني إحنا طيب وين نروح نسكن؟ قال أبد أبى أحجز لكم في أفضل فندق. يا ابن الحلال أصبر أنت خارق أعطيتك وجه. والله سولف قدامي. المهم قال أبا أعطيكم ولا تزعل شقة مفروشة تقعدون فيها على ما ننتهي من شو اسمه من البناء والأشياء هذه. أصدقت إن أبوها وافق على طول. رحت كلمت مقاول وفهمت الوضع وزي كذا. فأول ما شفت إنه بدوا يهدون الأساس على طول ركبت تاكسي وعلى المطار. كانت رحلتي باقي لها تقريبا ساعة. وصلت المطار وسافرت وصلت السعودية. وبعد السماعة اتصلت على أبوها
ازيك يا باشا؟ ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ بص بقى انا هقول لك حاجه هتفضحك. ولو بعد مستانس. ايوه يا ابني ايش في؟ هو يقول ما كلمت الا بعد ما تاكدت انه خلاص هدى والعماره كامله. فقال لي ايوه ايش في؟ قلت اسمع، خل زوج بنتك المصري اللي في الجيش يكمل لك بناء العمارة. اذا انتم مصاري ولعبتوا علي ترى انا ابو حضرم، والله ما تمشي علي خاطرك. طبعا الاب في جنطة عاد انت مدري خوي الاب ولا. المهم يقول لا هو نزوج ايام هو لعبوا علينا. الاب صار له جلطة. تحية لابو حضرم، تحية تحية من جد. والله صراحة المقلب هذا لو يكون صدق القصة دي الله عرف. المهم اذا رحت مصر انتبهوا من ابو هيام، لا خلي يكتبني في السطح. صلاة الله، اشوفكم على خير ان شاء الله في قصة جاية في ملعب.